اي بي جيمينج وفيديو جديد. احنا الابطال اي بي جيمينج الجامدين، مهما تروح فين هتلاقينا موجودين. بصي من شمال طب لتسجو يمان، انزل حط لايك للفيديو الجميل. يا احنا الابطال اي بي جيمينج الجامدين، يا مهما تروح. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشين جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال باين عليا اللي انا بقى ابطال فرحان جدا، ان النهارده يا ابطال جايب لكم خبر بجد من اسعد الاخبار اللي انا سمعتها. الخبر النهارده يا ابطال يعني بخصوص ماب الكعبه. طبعا انتوا فاكرين ماب الكعبه اللي انا عملت عليها اكتر من فيديو، عملت عليها فيديوهات كتير بصراحه، لان لقيتكم كل شويه قاعدين بتقولوا لي بالك اتكلم عنها. وغير كده كان في احداث جديده بتحصل وانتوا كنتوا بتساعدوني في التحقيقات دي. فجي الوقت يا ابطال ان فعلا يعتبر سلسله تحقيقات ماب الكعبه يعتبر تنتهي، كله بسببكم يا ابطال. يعني بصراحه انا مش متخيل، يعني فعلا جيت ابحث كده يا ابطال على ماب الكعبه لقيتها مش موجوده. تعالوا يا ابطال كده نبحث مع بعضينا، نكتب كعبه تمام وندوس على المابات. هنيجي يا ابطال كده ننزل، مش هلاقي حرفيا اي ماب بالاسم ده. هتيجي تقول لي ازاي يا بلال؟ طيب وايه اللي حصل؟ اقول لك، لان من كتر ما انتوا قاعدين بتعملوا ابلاغات على الماب، وصلت الحمد لله لشركه روبلوكس وفعلا مسحت الماب. بطل من ابطال بعت لي على الانستجرام وقال لي انا بعت الرساله دي لشركه روبلوكس، وتقريبا قال لهم يعني ان الماب دي فيها يعني حاجات ما ينفعش تتعرض اصلا، وفي اطفال بيلعبوها وغلط، وناس كتير قوي يعني اتاذت من الماب دي وكده. فهو المفروض اللي هو يعني بعت لهم الرساله بالاجنبي زي ما انتوا ظاهر لكم كده بالظبط، الرساله قدامكم. وبعت لي ابطال الفويس ده على الانستجرام. الماب اللي تشيل الاسلام طبعا اللي انت سويته، انه احنا كلنا نبلغ عليها. شوف انا بصراحه ما عجبتني طريقه انك تبلغ من نفس الماب، لانه صعب اللعبه تستجيب، فاهم؟ فتروح على صفحه روبلوكس سبورت الرسميه، ما يحتاج انت تروح روبلوكس صفحه، مو عشان ترجع حسابك كله، لا لا، في اشياء تقدر تشترك عن اشياء، هذا ينزل محتوى كيت كيت كيت، هذا صار مشهورات كلهم قصه، وشوف الموضوع عادي. فانا اخترت مدري ايش انه زي كذا، يعني بكلم واحد من الموظفين زي كذا، اعطيته القصه كامله، انا مسلم مدري ايش بصفتي كمسلم، شفت 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 شفت، وارسلوا لي رد حلو، قاعدين شكرا ان احنا نهتم بهذه الردود، وقاعدين نتاكد كذا كذا، الحين برسلك. طبعا يا ابطال يعتبر هو تواصل مع حد من موظفين لعبه روبلوكس، وتقريبا هم ردوا عليه او فعلا استجابوا للحاجه اللي هو قالها. وتعالوا كده يا ابطال ندخل على الشخص بقى اللي اسمه حسين بخاري. المفروض ان الشخص ده ابطال هو ده اللي كان عامل الماب. تعالوا كده نبص على الماب يا ابطال. ايوه زي ما انت شايف يا بطل، الماب يا ابطال اتسمت كونتنت ديليتد، يعني يعتبر كده الماب انحذفت تمام. يعني زي ما انتم شايفين باين قوي ان فعلا الماب اتحذفت. هنا في ثلاثة موجودين جوه، في 166,000 فيزيت، وايه ده؟ ده في تحديث من 15 دقيقة. هو تقريبا التحديث ده يعني اللي هو تقريبا يعني شركة روبلوكس مسحت كل الحاجات اللي جوه، أنا ما أعرفش. بس تعالوا يا ابطال نتأكد، لأن في واحد بردك يعني هو اللي قال لي الخبر ده على الديسكورد، وعشان كده أنا دخلت على طول وقلت لازم أصور لكم فيديو على طول. تعالوا كده يا ابطال ندخل على الماب ونشوف حصل فيها إيه جوه. المفروض يا ابطال اللي احنا دلوقتي دخلنا على الماب، هل بقى لسه نفس الموضوع ده موجود ولا ايه؟ بس زي ما انتم شايفين هم المفروض اللي شركه روبلوكس كده وافقوا فعلا وعرفوا ان الموضوع ده غلط، يعني على اي حد يلعب الماب دي، لان انا قلت لكم في كذا فيديو فات ان فعلا الموضوع ده غلط. لكن واضح كده، انا عايز اتاكد برضك، هل فعلا شركه روبلوكس سابت كل حاجه موجوده في الماب، ولا شالت بس الكعبه، ولا شالت اللي جوه الكعبه؟ مش عارف يا ابطال ايه اللي ممكن الاقيه جوه. فتعالوا كده نتاكد احنا بقى من يعني بنفسنا احنا بقى، ولا حد هو اللي يقول لنا ولا اي حاجه. يلا يا ابطال، المفروض ان الكعبه المفروض نلاقيها قدام. ايه ده؟ هي ايوه هي ابطال، تمام قوي. اما نشوف يا ابطال هل فعلا لحد دلوقتي موجوده، الاقي جوه حاجه ولا ايه؟ يلا بينا يا ابطال، تعالوا كده ابطال ندخل. طبعا انا داخل بحساب التحقيقات عشان يعني احتياطي وخلاص يا جدعان، بس يعني المفروض دي سلسله تحقيقات. يلا بسم الله يا ابطال، ان شاء الله ما الاقيش حاجه جوه. ايه ده يا جدعان؟ لحظة، احنا لقينا تاني برضك. بس انا فهمت، هما يعتبر ابطال يعني ما غيروش اي حاجة في الماب، لكن هما غيروا اسم الماب او خلوها كونتنت ديليتد، ان هو يعني يعتبر محدش اصلا هيعرف الماب دي بتتكلم عن ايه.
واحد بيقول لي احسن يوتيوبر. حبيبي والله يا بطل، تعالى بطل كده نكتب له. انا اتفاجئت والله. حبيب قلبي حبيب قلبي حبيبي والله، ايه ده ما جاتش ما علينا. فعامه يا بطل، من الواضح كده ان التحديث اللي جه ده، يعني المفروض ان التحديث فعلا اللي جه ده كده، التحديث ده من خلال يعني عشان موضوع كونتنت ديليتد، يعني هم عملوا التحديث ده، الابديت ده ظهر لي، التحديث ده ابطال اللي هو من 15 ساعه ظهر لي عشان كونتنت ديليتد، اللي هو يعني يعتبر اسم الماب اتغير، لكن مش تحديث من جوه الماب. هو بص يا ابطال، يعتبر خطوه حلوه، انا افتكرت ان الماب اتحذفت، لكن يعتبر الماب زي ما انتم شايفين فيها كل حاجه لسه زي ما هي، ولكن انا شايف ان احنا قدرنا برضك نقصر، والابطال فعلا يعني بجد بجد قدرنا نعمل حاجه قويه جدا. فعاش عليكم يا ابطال، والله ابطال جيمنج فعلا، يعني تستاهلوا كل حاجه. ايه يا جدعان الواد الصغير اللي بيرقص ده؟ ايه يا جدع في مالك؟ ايه ده ماله؟ يا جدعان والله اول مره اشوف الشخصيه دي. هو في والله شخصيتك جامده تضحك. عامه يا ابطال يعتبر كده، يعني مش عارف اقول لكم ايه، بس طبعا بجد اشكركم جدا يا ابطال، لان احنا فعلا اثرنا في لعبه روبلوكس. يعني ايه اثرنا في لعبه روبلوكس؟ هقول لك دلوقتي، يعني ان احنا قدرنا يعني فعلا نعمل حاجه قويه جدا محدش قدر يعملها، اللي احنا قدرنا فعلا نعمل ابلاغات كتير على الماب، عشان الماب دي يعتبر شبه تتحذف، بس هي للاسف ما اتحذفتش، لكن قدرنا نعمل حاجه، يعني حاجه برضك كويسه، وهي ان الماب يعتبر بقت اسمها كونتنت ديليتد بدل كعبه. زي ما انتم شفتوا يا ابطال، المفروض دلوقتي هي دي الماب. هنيجي كده ندخل عند الشخص ده، هتلاقي مكتوب الاسم الماب من هنا اهو، اسمها من فوق كونتنت ديليتد، وادي الاسم ده برضك كونتنت ديليتد، يعني يعتبر كده الماب دي كده مش هتكون موجوده تاني، لان يعتبر في ناس كتير يعني الاول كانت بتكتب كعبه، زي ما انتم شايفين كتبت كعبه، مفيش اي حاجه تقريبا، مسحوا كل المابات اللي ليها علاقه بال يعني عملوها كونتنت ديليتد. انا حاسس ان يعني ده السبب، يعني لان هم جالهم ابلاغ على كده، فقالوا احنا نمسح كل المابات اللي بتخص كده لحسن تكون ناس عامله نفس المشكله اللي في الماب دي. فبصراحه خطوه حلوه من لعبه روبلوكس، وبصراحه يعني احب اشكرهم، يعني وطبعا شكر خاص للناس اللي شغالين في لعبه روبلوكس ان هم تفهموا الموضوع ده، وبجد بجد يعني حاجه جميله جدا يا ابطال اللي احنا عملناه ده، قدرنا نعمل 800 ديسلايك على الماب دي، والحمد لله يا ابطال يعتبر كده مفيش اي حد خالص هيقدر يخش على الماب، لكن خبر جميل، وقلت لازم اطلع واقوله لكم. وكده خلاص يعتبر دي ابطال الحلقه الاخيره من موضوع الماب الكعبه، وتقريبا بقى يعني ممكن الشخص ده بقى يعني ما نعرفش يحصل له ايه، هل ممكن لعبه روبلوكس بعد فتره تدي له بان مثلا بسبب ان هو اللي عمل الماب دي، فما اعرفش والله. بس كفايه اللي هي اتغيرت بدل الاسم كعبه خلوها كونتنت ديليتد، يعني كده الاسم يعتبر انسى بقى لحد اصلا يدخل على الماب تاني، لان الماب دي ابطال اصلا مع الايام والشهور كانت كل شويه بتزيد فيزيت كتير بسبب ان اسمها كعبه، وبعد كمان ما كام واحد من يوتيوبر وانا كمان رحت عملت عليها فيديوهات، فبدا بقى ان في ناس كتير قوي تعرفها وتدخل عليها، فده طبعا بيعلي من ريتش الماب، يعني بيخلي الماب توصل لكذا واحد في لعبه روبلوكس وتتشهر اكتر. فاحنا طبعا ما كانش هدفنا كده، احنا يا باشا كان هدفنا ان احنا نخلي الماب اصلا مش موجوده، والحمد لله قدرنا نحقق الهدف ده، ودلوقتي بقى اسمها كونتنت ديليتد. وبس كده يا ابطال يعتبر فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنساش تحط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يظهر لك كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، ايه بي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى، اوه اديله اوه.